بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مرة أخرى مجددا في قناة توب كوين 2018 المتخصصة في العملات والمنصات والربح من العملات الرقمية. اليوم أردت أن أعرض عليكم منصة رائعة حقيقة جربتها هذه الأيام لجمع العملات الرقمية البسيطة. حقيقة جمعت من البيتكوينات ساتوشيات ما هو مهم. المنصة هي أمامنا. هي منصة عادية جدا وفيها من العملات البسيطة التي تقدم مجانا ويجب التقدم إليها كل حوالي ساعة أو يوم أو 12 ساعة أو 10 دقائق. كل عملة حسب لها وقت معين للحصول عليها. ما عليكم إلا تتبع العملية بسيطة، تتبع الإجراءات التي سوف أقدمها لك والنصائح. يعني المنصة بسيطة جدا. كما قلت لكم عملية ما عليك هو اتباع النصائح والتسجيل في المنصة. تسجيل حسب الرابط الموجود أسفل الفيديو إن شاء الله. إذن ادخل في الرابط أسفل الفيديو للتسجيل وعملية التسجيل هي سهلة كالمعتاد. كما أنتم تألفون تسجيل في منصات نضع هكذا سانسكرير بالفرنسية أو بالعربية، وهناك تسجيل حتى في الموبايل. المنصة موجودة في جوجل بلاي ستور. ما عليك إلا أن تدخل فيها إلى جوجل بلاي ستور، تضع الإيميل تبعك وتضع كلمة سر وتعيد كلمة سر. أكسب، تقبل بالشروط وتقرأ الشروط وتسجل هنا. وكالمعتاد عندما تسجل من وتؤكد بالإيميل تبعك تدخل إلى المنصة. هي منصة بسيطة وسهلة تجمع تلك العملات البسيطة، مبالغها بسيطة، لكن اجمع وقم بعملية التداول كالمعتاد. أيضا شراء وبيع من العملات هذه البسيطة إلى البيتكوين. هنا هذه هي المنصة، هذه هي عملة بسيطة. اليوم صعدت اشتري، لم نشتريها بل أعطيت لنا واستفدنا منها من المنصة ب2 ساتوشي، والآن اليوم هي ب6 ساتوشي، يعني ارتفعت أكثر 150%. هكذا ندخل إلى الكومبس أو الحساب. ها هي العملات التي جمعتها، عملات باك كوين، أركوتي. يعني هي عملات بسيطة ونسبها بسيطة، لكن بالتجميع والتداول سوف تستفيد منها. كما تلاحظون حتى البيتكوين موجودة، ها استطعت أن استفيد من هذا المبلغ جمعه. هذه هي التي في التداول دون ليزوردر المجموع، وهذه هي العملات المتواجدة حاليا. يعني أنا تداولت بها، وهذا تستطيع أن تقول بالبيتكوين أو بالدولار. إذن هذا هو المبلغ الذي استطعت أن أجمعه لمدة لا أكذب عليكم، لمدة 3 أيام
أو 3 أيام ونصف رغم المشاغل والعمل، إلا أنني وضعت هذه المنصة في الموبايل في العمل، كل ساعة كل ساعتين أستطيع أن أحصل على العمولات. يعني استفدت، مع أننا نلاحظ أن البيتكوين والعملات الرقمية الآن هي مبلغها بسيط بسيط جدا وفي هبوط مستمر، لهذا نلاحظ أن العملات هذه بسيطة. فإذا استفدنا منها الآن وهي بسيطة بسطوشين أو ثلاثة وتصعد مع الوقت بصعود البيتكوين والعملات الرقمية، سوف يصعد مبلغ المحصل عليه في المنصة هذا، وإن تداولت واستطعت أن تتداول بطريقة ذكية سوف يصعد لك المبلغ المالي المحصل عليه، ودون وضع أموال من الخارج. فهنا هذه العملة كما قلت، يعني في حياتي لم أجد منصة مثل هذه تزودك بالعملات البسيطة. استفيد منها. ماذا أستطيع أن أقول أكثر من هذا؟ فالعملية بسيطة وبسيطة وبسيطة جدا، اجمع وتداول هنا داخل المنصة حتى ترتفع العملة الرقمية وحتى يرتفع مبلغك المالي إلى 10 دولار أو 20 دولار، وتستطيع أن تلعب وتستفيد من هذه العملات البسيطة التي ترتفع حتى 200% أو 500% في بعض الحالات، من ساتوشين إلى 20 ساتوشي إلى 30 ساتوشي إلى غير ذلك من الحسابات. حقيقة المتداولين القدامى والذين يتداولون في العملات يفهمون هذا الشيء. كما قلت لكم، لقد استفدت من هذه العملات كما تلاحظون. نعم، فريكوين هذه عملة حوالي ساتوشي، وقيل أظن أنا ساتوشي، استفدت منها حوالي 80 ألف من العملة ولم أبيعها. أخي أنا أنتظر صعودها، اشتريتها بساتوشي، أنتظر صعودها إلى ساتوشين أو ثلاثة، أستفيد منها بالضعف إن شاء الله. هذه العملات المحصلة عليها، عملة جي ام سي جونسون مينج كاش، 50 عملة منها، وضعت 10 في التداول وعندي 50 سأتداول بها، وسأشرح لكم عملية الاستفادة من العملات. نذهب إلى هذه الفوكي، أي الوالات، أي يعني العملات كيف نستفيد منها. هنا كما تلاحظون ها هي العملات، ها هي العملات التي أستفيد منها أنا. هنا استفدت منها هذه العملة SLT تعطيك 0.021 دولار بالدولار، كما تلاحظون هذه عملة دابس في اليوم، هذه عملة في اليوم 0.02 دولار في اليوم. حقيقة أنا ما زالت لي 4 ساعات و4 ثواني إني استفدت منها من حوالي 20 ساعة. نعم، كذلك هذه 0.01 في اليوم، هذه العملة SDGOO، وتتغير العملات كلما تستفيد من هذه العملة تأتي عملة أخرى، عملة GMC 0.001 دولار، على حساب صعود وهبوط البيتكوين. الآن عندي 20 دقيقة، استفدت من هذه العملة وزائد، أضع هكذا، أضغط على هذا الرمز أوبتونير لوليا، يعني الاستفادة من العملة هكذا، وتأتيك الكابتشا كما هو معتاد، يعني عملية بسيطة وليست معقدة. والأكثر تعقيدا هو وجود هذه الكابتشا التي تقلقنا، وأظن أنها لا تقلق لأن الاستفادة مجانية من العمولات لا تحتاج إلى وضع أو سكب أموال داخل المنصة كالمنصات الأخرى المعتادة بيتفينيكس بينونس إلى آخره.
أرجو من الإخوة الاستفادة أو التسجيل من الرابط أسفل الفيديو تبعي للاستفادة مع بعض وتعميم الاستفادة إن شاء الله على الكل إن شاء الله. هكذا كما قلت لكم الكبر إن شاء الله. نعم، تحليل الرمز والدخول والاستفادة من العملاء والضغط على هذا المستطيل الأخضر. وكذلك لقد جاءت عملة أخرى سأستفيد منها الآن أمامه كما تلاحظون، 0.01 دولار بإذن الله. يعني هذه المسألة تحتاج الصبر، الصبر ثم الصبر. لقد جربنا كل الخدع من تيليجرام ومن في بيتكوين وفري دوكوين وفري إلى آخره، لكن عند الانتهاء من العملية لا تستطيع السحب، لا تستطيع السحب ولا تلاحظ العملات. الآن أمام عملاتي أسحبها كل يوم، كل 45 دقيقة، كل 6 ساعات، كل 3 ساعات، كل 30 دقيقة، كل 4 ساعات، كل ساعة، كل عملة على حسب مستواها. حتى البيتكوين موجود استفيد منه في أغلب الأحيان. هناك كما تلاحظون هذه هي مبالغ العملات التي يستفيد منها الأشخاص، هذا هو الاسم، اسم المستفيد، هذه العملة وهذا هو مجموع العملات اللي يستفيد. كما تلاحظون هي مستمرة على 24 ساعة، 24 على 24 ساعة. وحقيقة هذه العملة المنصة أعطاني إياها صديق من روسيا، وهم يعملون بها منذ فترة قديمة وطويلة ويستفيدون منها ويسحبون منها. وأرجو الاستفادة للجميع إن شاء الله، وفي فيديو آخر إن شاء الله. وأرجو التسجيل من الرابط والتعميم الرابط، لأنه موجود حقيقة التسجيل عبر الآخرين في عبر هذا، وهناك هذه، تضغط على هذه الدي، هذه هناك لعب، أو أنا لا أستطيع أن أشرح هذه ولا أعمل بها. يعني أنا أستفيد وأجمع العملات فقط، لا أدخل في هذه العمليات. نذهب إلى أسفل، تلقى هذه المعلومات، information commission program affiliation، هذا رابط التسجيل والاستفادة من روابط التسجيل، سأشرحها بعدين. Accord de politique de conditionnerie, politique ABI, accord de licenciation, assistance, contact INOF, trading, ajouter une pièce, t'as un تزيد عملة جديدة إلى المنصة وتبعث لهم ويجيبونك عبر السيبور تاعهم. كما قلت بروغرام دافيلياسيون، هذا بروغرام دافيلياسيون، تستطيع أن تستفيد حتى 50% عبر الرابط، تأخذ رابط الاستفادة كما تلاحظون. تذهب هنا وتأخذ رابط كوبي وتضعه للأشخاص والأصدقاء اللي يسجلوا معك ويستفيدون معك. حقيقة عندي صديق سجلت وراءه أنا مستفيد من مبلغ مهم بحوالي 10 دولار أو كذا، لأنه عنده عديد من الأصدقاء يسجلون تحته. وهكذا تعم الاستفادة حقيقة، لا للحسد، لا للحسد، لا للحسد، تحت شعار لا للحسد. نستفيد جميعا إن شاء الله، كما أعطاني إياه صديق أنا أعطيها للأصدقاء إن شاء الله يستفيدوا. و حقيقة منصة بسيطة، تدخلونها تعرفون كل شيء. وكما قلت لكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله، فيديو آخر إن شاء الله. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تبخلوا عينا باشتراكاتكم في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.